ما يخص حوادث التسمم بغاز أو أكسيد الكربون، فقد أحصت مصالح الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس لسنة 2023 19 تدخلا أسفر عن وفاة شخص واحد من جنس ذكر، فيما تم إنقاذ وإسعاف 88 شخص آخرين من بينهم 7 من جنس ذكر و22 من جنس أنثى و59 طفلا. أما فيما يخص حصيلة شهر جانفي 2024 فقد أحصت مصالحنا تدخل واحد أسفر عن وفاة شخص واحد من جنس ذكر يبلغ من العمر 54 سنة.